نايف البدر من النجوم اللي قدر يلفت الأنظار بموهبته الكبيرة وصوته الرائع، طبعاً غاب لسنوات عن الساحة الفنية وإن شاء الله راح نرجع نشوفه قريباً بنشاطات فنية كبيرة، والآن هو طبعاً صار معانا على التليفون. مساء الخير يا نايف وحياك الله في ترندينج. مساء النور حبيبي مهند، أحب أحييك وأحيي الأخت بسنت والأخ صبحي وأحيي برنامجكم المتابع والجميل جدا. أهلا وسهلا بك يا نايف. طبعا قبل ما نبدأ في التفاصيل، أول شيء وحشتنا نايف، فعلا وحشتنا وافتقدناك كثير صراحة. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الرجعة قريبة، ويعني أنا من فترة تقريبا نزلت عمل من تقريبا 3 شهور. نعم والحمد لله العمل حاز على رضا الناس، وبس الناس دائما يطلب دائما الواحد يكون متواجد. إن شاء الله فترة جاية يكون متواجد. أكيد طبعا. أول يعني حاجة بمناسبة اليوم الوطني، كل عام وانت بخير يا نايف، ونبي نعرف إيه جديدك في الذكرى 91 اليوم الوطني. اسمح لي قبل مهند أحب أهني وأرفع أسمايات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين والشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني 91، واللي الحقيقة اليوم الوطني صار يعني فرحة لكل سعودي كبير كان أو صغير، وإحنا كفنانين يعني جزء من هذا الشعب وجزء من هذا الفرحة. دائما نحب يعني أن أقل شيء نقدمون أن تغني للوطن هذا وتغنى فيه، أكيد. هذا اللي نقدر نقدمه كفنانين، نعبر عن فرحة، ونتمنى يا رب أن تكون الأعمال اللي نقدمها يعني تعجب الناس وتحوز على رضاها إن شاء الله يا رب. نايف أول شيء مرحبا وكل عام وأنت بخير، بدنا نبارك لك صراحة بعودتك للفن بعد انقطاع سنوات يعني، وبدنا نعلن خبر حصري أنك تعاقدت مع شركة One Production اللي بأول مشروع معهم، سو خبرنا عن هذا المشروع، إمتى موعده، شو عامل معهم؟ والله يعني من حسن حظي أني أكون شركة كبيرة زي One Production، هي أي نعم شركة جديدة على الساحة لكن يعني في فترة قصيرة وبسيطة أثبتت جدارتها. هم يعني على عاتق مسؤولية، كان أول عمل مع One Production يكون عمل وطني. يا رب أن نتوفق في العمل الوطني هذه ونتوفق في الأعمال القادمة اللي هتكون معهم إن شاء الله. أنا أشكرهم، أشكر الشاعر واحد طبعا هو اللي يعني هو اللي يعني شهادتي مجروحة في الشاعر واحد، فإن شاء الله يا رب الفترة الجاية نكون يعني عند حسن ظنهم عند ثقتهم بإذن الله. بإذن الله. طيب نايف، عايز أعرف منك في ذكرى اليوم الوطني إزاي بتشوف اهتمام الدولة النهاردة بقطاع الفن والثقافة؟ هو الاهتمام صار كبير، يعني الفن صار جزء من أي عمل تقوم فيه الدولة، خاصة في مجال الترفيه، في مجال الغناء، في مجال الثقافة. صار فيه دعم يعني أكثر من السابق. طبعا أول كان فيه دعم بس مو زي الدعم اللي الآن، يعني الدعم اللي الآن صار أقوى. صحيح. الفن هو واجهة لأي بلد، وإحنا إن شاء الله أن نكون واجهة مشرفة للسعودية يعني. بإذن واحد أحد يا رب. طبعا نايف إحنا بنشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة، ومرة تانية كل سنة وأنت طيب، وكل سنة والشعب السعودي طيب والوطن العربي كله طيب، وبنحتفل كلنا مع بعض. شكرا ليك جدا.